تستعد مدن إقليم كردستان وفي مقدمتها أربيل لاستقبال عيد الفطر المبارك، وسط جملة من الترتيبات والتنسيقات التي أعدتها كل محافظة، إذ أكدت محافظة أربيل وفي مؤتمر صحفي أن هناك جملة من التسهيلات أوعزت بها المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية لتسهيل دخول السياح وغيرهم. هناك تسهيلات يقدم للسياح من أجل دخولهم من منافذ مدينة أربيل، وعندنا منفذين، منفذ كاني بزرة ومنفذ ديغلا. المنفذ كاني بزرة خصص لدخول الباصات السيارات الكبيرة، ومنفذ ديغلا السيارات الصغيرة. مدير شرطة أربيل اللواء عبد الخالق طلعت وفي جواب لقناة الفلوجة أشار إلى أن الجهات الأمنية في المحافظة وضعت خطط لتؤمن المدينة وتحديدا في فترة العيد. وضعنا خطة مناسبة، وكذلك وضعنا لاستقبال المسافرين يجون من وسط وجنوب العراق او في دول الاقليم. هناك كل التسهيلات كما ذكر بها السيد القائم قام، هناك كل التسهيلات، كل الامكانيات لاستقبال الزائرين وتواجدهم في داخل المحافظه، ونتمنى لهم ان وضعنا الامني ممتاز وماكو اي مشاكل ان شاء الله. الى ذلك تستعد العوائل الكرديه لاستقبال عيد الفطر الذي له خصوصيه تبتدئ منذ صلاه العيد، لتليها زيارات العوائل لبعضهم او التوجه الى الربوع الخضراء للاستمتاع برفقه الاهل. لقناه الفلوجه مهند محمود، اربيل.